قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: نعيم ابن حماد المروزي رحمه الله قال: كان أئمة الحديث يحسنون الظن به، وروى له البخاري لأنه كان قوياً على أهل الأهواء والبدع، لكن تبين لهم فيما بعد أنه يهم في بعض الأحاديث، فالموقوف منها قد يرفعها، ولذلك ضعفوه. قال أبو داود: له نحو 20 حديثاً ليس لها أصل، ومع هذا كله انظروا لم يبخسوه حقه، فإنه إمام من الأئمة في رده على أهل الأهواء والبدع، لكن في الحديث تبين ضعفه. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كلامه، إلى كلام ابن رجب رحمه الله.